أيضا رحل عنا الدكتور شوقي السيد. وشوقي السيد هو الفقيه الدستوري المعروف اللي كلنا كنا نلجأ ليه حين نتحدث عن الدستور أو حين نتحدث عن القوانين المكملة للدستور، وكان هو مرجعيتنا، كنا نتصل بيه. والحقيقة الرجل لم يقصر ولا يوم، ما كانش ما بيردش علينا طوال هذه الفترة الصعبة من 2011 لحد حتى بعد 2013 بكتير. كنا نكلم شوقي السيد ونقول له يا دكتور ده نعمله ازاي، ده ما معنى ذلك، هل ده مخالف للدستور؟ الكل بقى ما كان يعبث به الإخوان ووقفته إلى جانب الدستور، وقفته إلى جانب القوانين، ورفضه للإعلانات الدستورية الملفقة من جماعة الإخوان في ظل حكمها البغيض لمدة سنة لهذه للبلاد. الحقيقة شوقي السيد كانت له يعني علامات وبصمات لا يمكن أن ننساها. دكتور شوقي السيد ضحية أخرى للكورونا نترحم عليه، كان رجل عظيم. وكان الحقيقة في برنامج هنا العاصمة ما كانش فيه تقريبا أسبوع ما كانش بيعدي بدون أن يكون صوت شوقي السيد معنا ليوضح ويحلل ويشرح ويعلمنا. المعلم شوقي السيد. أذكر أن حضرتك أول من نبهت للمادة 86 في هذا البرنامج عندما اتصلنا بحضرتك، والحكومة ما كانتش شايفة المادة دي أصلا ولا كانت قرياها. الآن نحن في محك ومفترق الطرق، إما أن نكون أو لا يطغى على سلطة أخرى ولا حد يعتدي على حقوق الأفراد مهما كان. مش أمرنا بهو قال، ما فتحتش فيه كلام ده.